السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب نيوتن على المحاضره 4 الملف الدائري. احنا في صفحه 116 السؤال 126. الشكل السابق يوضح سلك تم تشكيله على هيئه انصاف حلقات دائره متصله معا ووصلت بمحور كهربي. اي الحلقات تكون عند مركزها كثافه الفيض اقل ما يمكن؟ طبعا هنا اللي هيمر عشان هما متصلين على التوالي فهيمر فيهم تيار واحد. اذا الفيصل في نصف القطر. انت عايز البي الاقل يبقى مع نصف القطر الاكبر. يبقى بالنظر مين هنا الملف اللي عنده نصف قطر اكبر الشكل ايه؟ فانا هختار الاختيار رقم الف ايه. السؤال 127. الشكل المقابل يمثل العلاقه بين كثافه الفيض عند المركز الدائري نصف قطره ار، نصف القطر هنا ار كابيتال، وشد تيار اي، فان ميل الخط. عشان اعرف ميل الخط بكتب القانون بس بشرط العصادات قبله يساوي. البي بتساوي ميو ان اي على 2 ار، لان قال لي نصف القطر بار. اشطب على الصادات اللي هي البي، اشطب على السينات اللي هي الاي، فين معامل السينات اللي ما شطبتش عليه؟ ميو ان على 2 ار. ادور في الاختيارات الاقي الاختيار رقم الف ميو ان على 2 ار. السؤال 128. العلاقه الرياضيه المستخدمه لتعيين كثافه الفيض عند مركز حلقه دائريه. حلقه دائريه يعني عدد اللفات بواحد، وبالتالي هتبقى البي بتساوي ميو، مش هقول ان لان الان بواحد، في اي على 2 ار، يعني الاختيار رقم الف هو الاختيار الصحيح. السؤال رقم 129. عايز قيمة الدي التي تجعل كثافة الفيض الناتجة عن السلك عند مركز الحلقة بيساوي نفس قيمة كثافة الفيض عند الحلقة. يعني هو عايزني أقول إن بي حلقة بتساوي بي سلك. نعوض بالقانون، بي حلقة هنقول ميو طيارها قيمته أي، هي عشان حلقة لفة واحدة، على 2R، R اللي هي بكام؟ 1/10، هساوي بي سلك اللي هي ميو، طيار السلك 10 أي، على البعد اللي هو 2 باي دي. طبعا الدي هي اللي ايه اللي مجهوله. تمام، هو الاختيارات بدلاله الباي، مش هعوض عن الباي. هاجي هنا اطير الميو مع الميو، هنا 10 اي، الاي مع الاي، ويبقى عندي هنا الواحد على 2/10 بتساوي هنا في 10 على 2 باي دي. ماشي، هقول الدي يعني هضرب طرفين في وسطين، يبقى 10 في 2/10 بتساوي 2 باي دي. 10 في 2/10 العلامة هتروح مع الصفر، يبقى هنا 2 بتساوي 2 باي دي، الاتنين هتطير مع الاتنين، يبقى الدي بتساوي البعيد على القريب 1 على الباي، يبقى الاختيار الصحيح 1 على باي متر، الاختيار رقم أ. السؤال 130. إذا كانت السيتا بتساوي سدس باي. طيب السيتا بتساوي سدس باي، هجيب من هنا السيتا. السيتا دي فين على الرسم؟ السيتا دي مش في وش السلك، السيتا دي قدامها فاضي، مش هي دي السيتا اللي بجيب منها عدد اللفات. انا عندي عدد اللفات بيساوي السيتا لقبال السلك على 360. فين السيتا لقبال السلك اللي هي الزاويه دي؟ دي اللي قدام السلك، اما السيتا دي فاضيه. طب السيتا دي بكام؟ السيتا دي بي اهي اللي هو قايل لي بسدس باي. ماشي، يعني سدس ال 180 تطلع السيتا قيمتها 30 درجة. دي بقى أنا مش عايزاها، أنا عايزة الزاوية التانية. طب ما كل الزوايا 360، يبقى السيتا اللي أنا محتاجاها، السيتا الحقيقية اللي أنا محتاجاها عبارة عن 360 أشيل منها ال 30، يعني السيتا اللي أنا محتاجاها 330 هي دي اللي قبال السلك. أجيب بقى عدد اللفات، هقول عدد اللفات عبارة عن السيتا اللي أنا عايزاها 330 على ال 360، القانون بتاعنا اللي هو ده. طيب ماشي، هتطلع عدد اللفات عندي ب 11 على 12. اعوض بقى، اجيب البي عند المركز، هقول ميو عندي ميو في التيار قيمته 12 امبير، عدد اللفات 11 على 12 على 2 ار، الار هنا ب 20 سم يعني 20 على 100 ب 2/10. ال 12 دي هتطير مع ال 12 دي، هيصبح عندي فوق ميو ميو في 11، ميو في 11 على 2 في 2/10 ب 4/10، اقسم 11 على 4/10 هتطلع 55 على 2، يبقى الناتج ميو في 55 على الاثنين، يعني 55 ميو على 2، يعني الاختيار رقم ا هو الاختيار الصحيح. سؤالنا رقم 131. في الاشكال التاليه والتي يتكون فيها كل ملف من لفه واحده، فاي منهم يمكن ان تنعدم كثافه الفيض عند المركز؟ بقول يمكن. طيب احنا كده هنشوف الشكل الاولاني. الشكل الاولاني هنقرب السهم ده جنب سهم السلك، هنلاقي ده نازل وده طالع، يبقى دلوقتي التيارين في اتجاهين مختلفين، يبقى هنا عند المركز في طرح، يبقى دي محتمل. طيب نيجي هنا على الشكل ده، هنلاقي نقرب السهم ده، السهم ده اهو
هنلاقي السهمين دول طالعين يعني في اتجاه واحد، يبقى دي مستبعده لانها تبقى في المركز منطقه جمع. طيب هقرب السهم ده، يعني السهم ده هخليه عشان اعرف اقارن بس، اهو السهمين دول كده في عكس بعض، وبالتالي هنا في احتمال منطقه طرح، بس لو انا طرحت يعني مش هيبقى الناتج بصفر. ليه بقى؟ لان علشان اطرح ويبقى الناتج بصفر لازم البي بتاع الملف الداخلي بتساوي البي الملف الخارجي. هنا البي بتاع الملف الداخلي بيتميز بنصف قطر قليل، وبالتالي مقدار البي داخلي هيبقى كبير. لو انا عايزه البي الداخلي تساوي البي الخارجي فلازم اعوض ده، يعني الملف الداخلي عنده نصف قطر صغير فده هيديله بي كبيره. طيب والملف الخارجي عنده نصف قطر كبير فده هيديله بي اصغر، فعشان اعوض ده لازم تبقى الاي الخارجي اكبر علشان تبقى ايه تعوض نصف القطر. وده موجود فعلا هنا، بيقول لي اي واحد هتبقى اكبر من اي اتنين، خلاص يبقى كده في احتماليه ان تكون المركز نقطه تعادل. طيب هنا نفس الكلام، لو انا قربت السهم هنا هلاقيهم عكس بعض، بس هنا بيقول لي اي اتنين هتبقى اكبر من اي واحد، وبكده الملف الداخلي بيتميز بحاجتين، بنصف قطر صغير وبتيار كبير، يعني كده البي داخلي هيبقى اكبر، فلما مش هيساوي البي الخارجي، وبالتالي التوتال هيبقى فيه مقدار مش هيبقى الناتج صفر، يبقى دي كمان مستبعده. هنا الاتجاهين مع بعض يعني هيبقى في المركز منطقه جمع، يبقى دي مستبعده. يبقى الاحتمالين الممكن في الشكل A والشكل C، يعني الاختيار رقم D. السؤال رقم 132، اذا علمت ان نصف القطر عباره عن باي سنت 10 باي سنتيمتر، نصف قطر الملف ماشي، فإن المقدار واتجاه الاي الذي يجعل مركز الحلقة، قال لي إن دي حلقة يعني لفة واحدة، نقطة تعادل. عشان تكون نقطة تعادل، لو رحت سألت النقطة دي أنت جاي لك مجال منين؟ هتقولي مجال من السلك ده، ومجال من السلك ده، ومجال من الحلقة. علشان تبقى نقطة تعادل لازم المجالات التلاتة دي تكون متساوية في المقدار ومختلفة في الاتجاه. فأنا هعمل إيه؟ لازم أخلي بي أسلاك تساوي بي حلقة في المقدار وتكون عكسها في الاتجاه. طيب تعالوا بصوا ركزوا في الاسلاك، هتلاقوا اتجاه التيار في السلكين في اتجاهين مختلفين، قصدي في نفس الاتجاه، اتجاه التيار هنا الاعلى واتجاه التيار هنا الاعلى. اذا اتجاه التيار في السلكين في اتجاه واحد، والنقطه دي بينهم، اذا النقطه دي في منطقه طرح، يبقى التوتال بتاع الاسلاك هيطرح، بس الطرح له اصول، لازم اطرح البي كبيره ناقص البي الصغيره. انهي سلك هيسبب بي كبيره عند المركز؟ السلكين مسافتهم واحدة، ده نص متر وده نص متر بالنسبة للمركز. هنا بقى السلك اللي هيسبب بي أكبر عند المركز اللي بيحمل طيار أكبر، يعني السلك 4.5 ده طياره كبير، وواحد ونص ده قليل، يبقى البي هنا عند الاي هتبقى أكبر من البي عند البي، يبقى البي عند الاي ناقص البي اللي عند البي بتساوي، لازم تساوي بي حلقة. تعالوا نفك، البي عند الاي يعني ميو، طيار السلك دون 4.5 على ميو اي على 2 باي الدي بكام؟ بنص متر، ناقص هنا ميو طيارك السلك الثاني 1.5 على 2 باي مسافتك نص متر، هيتساوى مع ميو، وهي عشان حلقه لفه واحده وطيارها اي، عايزين نعرف قيمته، على 2 الار بقى باي 10 نصف القطر 10 باي سنتي، يعني هقول في 10 في باي في 10 اس سالب 2 عشان احول من سنتيمتر لمتر. تمام، هناخد هنا الميو والتو باي عامل مشترك، اتبقى 4.5 على النص، وهنا اتبقى 1.5 على النص، يبقى احنا كده بيساوي الميو اي على 2 في 10 في باي في 10 اس سالب 2. ماشي، الميو دي هتروح مع الميو دي، والاتنين باي هيروحوا مع الاتنين باي، هيتبقى هنا 45 على 9، العلامة هتروح مع العلامة، 45 على 9، قصدي 45 على 5 فيها 9، 45 على 5 فيها 9، وهنا العلامة هتروح مع العلامة، يبقى 15 على 5 فيها 3 بتساوي اي على 10 في 10 أس سالب 2 تبقى 10 أس سالب 1. تمام، 9 شيل منها 3 تبقى 6 في أي والعشرة أس سالب 1 دي يعني 1/10، اضرب طرفين في وسطين يبقى الأي هتساوي 6/10 أمبير.
طيب ماشي، الاتجاه بقى احنا اتفقنا، احنا عرفنا قيمة التيار، احنا قلنا بي اسلاك هتتساوى مع بي الحلقة في المقدار وهتعكسها في الاتجاه. طيب اشوف بي اسلاك اتجاهها فين علشان يبقى المجال بتاع الحلقة العكس. طبعا لما هحدد مجال الحلقة هقدر احدد اتجاه التيار. طيب البي بتاعت الاسلاك احنا عارفين ان البي اللي جاية من السلك ده تختلف عن البي اللي جاية من السلك ده، مين قال؟ مش دي منطقة طرح؟ يعني ايه منطقة طرح؟ يعني مجال السلكين مختلف. طب انا همشي مع مجال مين؟ همشي مع السلك اللي ماشي فيه تيار اكبر، يبقى انا دلوقتي همشي مجال السلك ده، الابهام مع التيار، هنا اكسات وهنا نقط، يبقى اذا الاسلاك محققة نقطة يعني عمودي على الصفحة للخارج، اذا الملف لازم يحقق مجال العكس، يعني الملف لازم يعمل يكون مجاله اكس يعني عمودي على الصفحة للداخل. عمودي على الصفحة للداخل يعني لازم يكون تياره مع عقارب الساعة، وبالتالي الاختيار الصحيح رقم ب 6/10 أمبير مع عقارب الساعة. السؤال 133، يمكن تعيين كثافة الفيض عند مركز ملف دائري ازاي بدلالة مساحة المقطع وطول سلك الملف ال من العلاقة النهائية؟ لو لاحظت ان احنا مش هلاقي فيه ولا اختيار في عدد اللفات، يبقى انا عندي البي للملف الدائري ميو ان اي على 2 ار. ابص كده في الاختيارات، هو في ال مفيش ان خالص، يبقى انا لازم اشيل ال ان. احنا عندنا عدد اللفات عباره عن ال سلك على 2 باي ار ملف، فانا هقول البي بتساوي هسيب الميو وهسيب الاي وهسيب ال 2 ار. كل اللي انا هعمله هشيل ال ان واكتب قانونها ال سلك على 2 باي ار ملف، يبقى انا عندي فوق ميو ال اي، عندي هنا 2 × 2 × 4 باي ار تربيع. مين الباي ار تربيع؟ دي المساحه، يبقى انا اصبح القانون ميو ال اي على 4 اي. ادور كده في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ج ميو ال اي على 4 اي. السؤال رقم 134، في الشكل المقابل قيمة واتجاه اي 2 لكي تنعدم، عايز قيمة اي 2 لكي تنعدم كثافة الفيض عند مركز الحلقة. ماشي، هروح لمركز الحلقة واسألها انت جاي لك مجال منين؟ وطبعا عايز اتجاه التيار في الحلقة. طيب هيقول لي جاي لي مجال من السلك ده والسلك ده والحلقة. طيب السلك ده مجاله عامل ازاي؟ هنا اكسات وهنا نقط، يبقى السلك ده وصل هنا مجاله نقطة عند المركز. طب والسلك ده الإبهام مع التيار، يبقى كده إكسات، يبقى معنى كده إن مجال الأسلاك هيطرح، لأن السلك ده مسبب عند المركز نقطة والسلك ده مسبب عند المركز إكس، وبالتالي مجالات الأسلاك دي مختلفة، فالبي توتال بتاعة الأسلاك هتطرح. وعشان أخليها تنعدم يبقى لازم زي المسألة اللي فاتت أقول بي أسلاك لازم تتساوى مع بي حلقة. طيب ماشي، البي اسلاك احنا اتفقنا هنطرح، بس الطرح الاصول لازم البي الكبيره ناقص البي الصغيره. لو تلاحظوا المسافه واحده، السلك ده بيبعد 3 دي والسلك ده بيبعد 3 دي، ولكن هنا الاختلاف بالتيار، ده 2 اي 1 وده اي 1، لا ده كده تياره اكبر، اذا ده اللي هيعمل بي اكبر عند المركز، وبالتالي هقول ميو في التيار 2 اي 1 على 2 باي مسافتك 3 دي. هطرح هقول ميو في تيار التاني اي واحد على مسافته 2 باي في 3 دي. الكلام ده كله لازم يتساوى مع بي الحلقة اللي هي ميو اي 2 عدد اللفات بواحد قدم حلقة على 2، هنا نصف القطر من هنا لحد هنا، يعني نصف القطر دي على 2 دي. طيب هاخد هنا عامل مشترك، هاخد الميو والتو دي عامل مشترك، خدت الميو والتو والدي عامل مشترك، اتبقى لي ايه هنا؟ 2 اي 1 على 3 باي. ماشي ناقص، خدت الميو والتو دي عامل مشترك، اتبقى لي ايه؟ اي 1 على 3 باي، وهنا ميو اي 2 على 2 دي. طبعا 2 دي هتروح مع 2 دي والميو هتروح مع الميو، يتبقى لنا هنا في مقامات متوحده، يبقى 3 باي هناخد منهم مقام واحد، وهنطرح 2 اي شيل منها اي 1 يعني اي 1، ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي اي 2، يبقى هي دي الاجابه ان اي 2 بيساوي اي 1 على 3 باي، اهي اي 1 بيساوي اي 2 بيساوي اي 1 على 3 باي، بس الاتجاه بقى تعالوا نشوف الاتجاه.
احنا اتفقنا ان دي منطقة طرح بالنسبة للاسلاك. طب انا عايز اعرف بيه اسلاك هتبقى ايه؟ قال لك امشي مع السلك الكبير، السلك اللي هو فيه تيار كبير، السلك اللي فيه تيار كبير اللي هو محقق نقطة. يبقى اذا مجال الاسلاك هيمشي مع، هيبقى مع الاكبر يعني نقطة يعني عمودي على الصفحة للخارج. يبقى على الملف ان يكون مجاله مخالف، يبقى لازم الملف يكون مجاله عمودي على الصفحة للداخل. عمودي على الصفحة للداخل يعني اتجاه التيار فيه مع عقارب الساعة، وبالتالي الإجابة رقم ألف هي الإجابة الصحيحة. سؤال 135، سلك موضوع مماس للملف دائري ويمر بكل منهما نفس التيار الكهرباء، فإذا تحرك السلك مبتعدا عن الملف الدائري فإن كثافة الفيض الكلي عند النقطة إكس. طيب تعالوا كده نبص على المسألة. احنا دلوقتي عندنا، بصوا كده على السهم دون، ده كده اتجاه التيار هنا عكس هنا، يعني بالتالي في المركز هنا منطقة طرح. طب لما بنيجي نجيب البي توتال عند المركز قبل محرك السلك دون، فاحنا هنطرح، بس الطرح له اصول، بنطرح الكبير ناقص الصغير. يا ترى بي ملف اكبر ولا بي سلك اكبر؟ بي ملف عبارة عن ميو ان اي على 2 ار، وبي ده كده بي ملف، بي سلك عبارة عن ميو اي على 2 باي دي. لو احنا قلنا ان هو حلقة او عدد، يعني لو قلنا ان هو حلقة واحدة او حتى ملفوف عدد من اللفات، فدي مش هتفرق معانا لسبب ان احنا عندنا هنا المقام. بص كده على المقام، هنا 2 ار، وهنا طبعا عشان السلك مماس فالبعد هو الار. في ناس بتسأل ازاي بعد السلك عن المركز هو نصف القطر؟ ما هو ادي السلك وادي المركز، الحته دي هي بعد السلك عن المركز اللي هي تعتبر نصف قطر الدايره. تمام، يبقى هنا المقام 2 ار، وهنا المقام اهو 2 ار بس زياده باي، فده يخلي مقام السلك اكبر، وبالتالي بي سلك هتبقى قيمتها اقل. بي سلك قيمتها اقل. طب افرض الملف كان له عدد من اللفات، ده ياكد الكلام ويزود البي ملف اكتر. يبقى احنا كده البي توتال سواء كده او كده هتبقى عبارة عن بي ملف ناقص بي سلك. تمام، لما انا هحرك السلك ده وابعده، هل انا عملت حاجة في الملف؟ لا، الملف زي ما هو، وبالتالي البي اللي موجودة عند المركز من الملف زي ما هي. يبقى اذا العلاقة بين التوتال عند النقطة اكس والبي سلك في علاقة تناقصية. شايف السالب دي؟ علاقة تناقصية. فايه اللي هيحصل للبي سلك هيبقى عكسه هيحصل للتوتال. طيب ماشي، ايه اللي هيحصل للبي سلك؟ انا هبعد السلك عن الحلقه. لما ابعد السلك عن الحلقه انا كده ببعده عن النقطه اكس، والسلك لما بيبعد مش بيبعد لوحده، هيبعد بمجاله، وبالتالي مجاله عند النقطه دي هيقل. فلما مجال السلك هيقل، واحنا قلنا دي علاقه تناقصيه، يبقى البي توتال عند النقطه اكس هتزداد. يبقى انا ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم الف تزداد. السؤال 136، عندنا حلقتين اكس وواي وسلك زد يمر بكل منهما تيار كما بالرسم، فاذا كانت بي اكس بتساوي البي زد، البي اكس بتساوي البي زد عند مركز الحلقه الحلقه اكس. طيب ماشي، وبي واي بتساوي البي زد عند مركز الحلقه واي، فان نقطه التعادل تقع مين؟ هنا في تساوي، ولكن التعادل مش بالتساوي بس. التعادل مش معنى كده ان البي اللي قادمه من الملف تتساوى مع البي القادمه من السلك عند المركز، مش كافي، ولكن لابد ان يكون الاتجاهات مختلفه. عشان يبقى عندي نقطه تعادل وعندي كثافه فيض بتساوي صفر، لازم البي القادمه من السلك والملف يتساووا في المقدار ويختلفوا في الاتجاه. فانت حققت لي تساوي المقدار، انا بقى اجي اشوف هل في اختلاف في الاتجاه ولا لا. لو في اختلاف في الاتجاه يبقى محتمل تكون في نقطه تعادل عند المركز اللي هيبقى فيه منطقه طرح. طيب تعالوا كده نحقق الكلام. شايفين السهم ده؟ انا هكمل السهم ده لحد هنا، يعني همشي مع الدوران ده لحد هنا وهمشي مع السلك لحد هنا عشان اقارن بس السهمين ببعض. هنا كده السهمين عكس بعض، يبقى هنا في طرح، يبقى في تساوي في المقدار، وفي نفس الوقت دي منطقه طرح، فهنا احتمال تكون نقطه التعادل. طب تعالوا هنا هات السهم بتاع السلك خليه كده قريب من الحلقه عشان اعرف اقارن الاتجاهين مع بعض، وبالتالي هنا هيبقى جمع، فهنا في تساوي في المقدار ولكن مفيش اختلاف في الاتجاهات، فبالتالي الاحتمال ان يكون نقطه التعادل عند الملف اكس بس. يبقى انا هقول عند مركز الحلقه اكس فقط هو ده اللي محتمل ان تكون فيه نقطه تعادل.
السؤال 137، ملفان دائريان لهم نفس المركز، ادي ملفين دائريان لهم نفس المركز وفي مستوى واحد يمر بكل منهما نفس التيار، يبقى هنا اي وهنا اي وفي عكس الاتجاه، يعني ده مثلا كده ويبقى ده كده، التوتال بتاعه وهنا طرح. قطر الاول طبعا انا بتعامل مع الاقطار زي انصاف الاقطار، قطر الاول يعني هعتبر نصف قطر الاول يعتبر ايه بقى؟ نصف قطر الثاني، يعني ار واحد نص ار اتنين، ماشي. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان ديا ار وديا اتنين ار. طبعا مين اللي هيبقى نصف قطره اقل؟ اللي مين اللي هيبقى النص؟ يعني طبعا داخلي، يبقى انا عرفت ان الداخلي رقم واحد والخارجي رقم اتنين، فعايز ان واحد على ان اتنين، يعني عايز ان داخلي على ان خارجي، لان انا عرفت ان الداخلي عن طريق ان نصف قطره هو الاقل، وبالتالي يبقى الواحد ده هو الملف الداخلي. طيب هو عايز ايه بقى؟ لا تجعل كثافة الفيض تنعدم عند المركز. عشان كثافة الفيض تنعدم عند المركز على طول هقول ان لابد من ان بي داخلي تساوي بي خارجي، وعوض البي داخلي احنا اتفقنا ان هو واحد، يبقى ميو ان واحد التيار هو هو على 2 ار واحد، والبي خارجي ميو ان اتنين الاي هي الاي على 2 ار اتنين، الميو هتطير مع الميو والاي مع الاي والاتنين مع الاتنين. اتبقى ايه هنا؟ اتبقى ان واحد على ار الداخلي، احنا اتفقنا ان الار داخلي بار وهنا ان اتنين، والار الخارجي هتبقى باتنين ار، الار هتروح مع الار. عايزه بقى ان واحد على ان اتنين مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي بيساوي واحد على اتنين، يبقى انا عندي هنا الاختيار الصحيح يبقى الاختيار رقم الف. السؤال 138، الرسم البياني المقابل يوضح العلاقه بين كثافه الفيض الناتجه عن مرور تيار كهربي في ملف. انا مهم قوي اعرف ان ده ناتج عن مين، عن سلك ولا ملف دائري ولا ملف لولبي، عشان اكتب القانون صحيح. وشده التيار المار فيه فان ميل الخط المستقيم حتما سوف يزداد عن ده. طبعا احنا عندنا عشان نعرف الميل اكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي، يبقى البي بيساوي عشان ده ملف دائري ميو ان اي على 2 ار، اشطب على الصادات اللي هي البي، اشطب على السينات اللي هي الاي. فين معامل السينات اللي انت ما شطبتش عليه؟ هو ده، هو ده الميل. يبقى الميل عباره عن ميو ان على 2 ار. الميل هيزداد بايه؟ الميل هيزداد بزياده البسط ونقصان المقام، يبقى اي زياده في البسط ونقصان في المقام هيزود الميل. طيب انا هدور كده هلاقي الاختيار الصحيح رقم د، لانه هيزود عدد اللفات، يعني هيزود البسط ويقلل القطر، يعني يقلل المقام، وبالتالي هي دي الاجابه الصحيحه رقم د. السؤال اللي بعده 139، اذا وضعت ابره عند مركز احدى الحلقات الدائريه في الاشكال التاليه فانها لا تنحرف في الاشكال الاربع، اي من الاشكال الاربع تحقق ذلك؟ مين الشكل اللي لو حطيت الابره في المركز ما تنحرفش؟ تعالوا كده نبص على الاختيارات. هنا اتجاه التيار لاسفل لاسفل، وهنا اتجاه التيار لاسفل، يبقى اتجاه التيار في السلكين في اتجاه واحد، وفي نفس الوقت التيار هنا قد التيار هنا، اذا المجال الناشئ من السلك ده هيلاشي المجال الناشئ من السلك ده، وبالتالي هيبقى لي البي القادمه من الحلقه بس، يعني مش هتقدر تكون النقطه دي بصفر، في قيمه للبي حلقه بس، يعني دي مش هتنفع تكون عندها نقطه تعادل في المركز. نروح للشكل ب، هنا اتجاه التيار لاعلى وهنا اتجاه التيار لاسفل، يبقى هنا بينهم جمع، ماشي. اتجاه التيار اتجاه المجال بتاع الاسلاك هيكون تبع اي واحد فيهم لانهم هيبقوا زي بعض، امال انا جمعت ليه؟ يبقى انا دلوقتي لو قلت الابهام مع التيار يبقى هنا اكسات وهنا ايه؟ نقط، يبقى الاسلاك محققه مجال عمودي على الصفحه للخارج. هل الحلقه محققه مجال عكس؟ هل الحلقه محققه مجال للداخل؟ تعالوا نشوف الطيارة اهو مع عقارب الساعة، يبقى المجال الى الداخل، فعلا الحلقة محققة مجال لداخل الصفحة. اذا مجال الاسلاك يختلف عن مجال الحلقة، اذا هنا هيبقى في طرح ومن المحتمل انها تكون نقطة تعادل. تعالوا نشوف الشكل رقم ج، هنا اتجاه الطيار في السلكين في اتجاهين مختلفين، يبقى هيبقى جمع، وادام هجمع يبقى مجالاتهم اكيد زي بعض، فلو خدت بالي من السلك ده هيبقى هنا اكسات وهنا نقط، يبقى الاسلاك دي زي دي، فالاسلاك دي هتحقق نقطه، يعني مجالها مجال الاسلاك هيبقى عمودي على الصفحه للخارج. هل الحلقه هتحقق مجال للداخل عكس عشان تبقى نقطه تعادل؟ تعالوا نجرب،
ادي التيار مع عكس عقارب الساعه، يبقى اذا مجالها عمودي على الصفحه للخارج يعني نقطه. طيب ما كده مجالات الاسلاك هتجمع مع مجالات الحلقه تبقى فيه قيمه كبيره، مش هتبقى نقطه تعادل ولا هيكون الناتج عندها بصفر. نروح للشكل ده، هنا السلكين اتجاه التيار فيهم في اتجاه واحد وقيمه التيار متساويه، اذا مجال ده هيلاشي مجال ده، ودي منطقه طرح بالنسبه للاسلاك. هيتبقى لي مجال الحلقه بس، ومجال الحلقه عمره ما هيبقى بصفر ولكن بقيمه، وبالتالي عمرها ما هتبقى نقطه تعادل ولا هيكون البيع عندها بصفر. يبقى الاختيار الوحيد الصحيح هو الاختيار رقم ب.